طمني. بكل أنقرة مو موجودين. احكي وينهم ديما؟ شو بيعرفني؟ بس ضروري تلاقيهم. رح الاقيهم اطمني. انت ما تاكلي هم ابدا. نتواجه. عن جد حقيرة. هن الاثنين احقر من بعض. الله يلعنكم. رد على التليفون. لك رد بقى رد. ما حدا فيكم بفش الخلق العمى يا. التقيت شنتايتي خالي سلطانة. عليك عند رفيف ما؟ شو رأيك انتي؟ اه؟ معقول العملة اللي عملتها؟ خالتي لا تخافي ان شاء الله ما بيصير شي. كيف ما خاف؟ ما شفتي حالة محمود يا بنتي؟ ايه بس محمود مفكر انهم بأنقرة هلأ بيروحوا ما بيلاقيهم وبيرجع، ولو وقت رفيف بتكون رجعت. ما المصيبة بس ترجع رفيف، هذا اللي مخوفني. خالتي كوني مطمنة، محمود ما عاد مثل أيام زمان. أول ما تزوروا رفيف بطرف عينه بيخافوا بيصير مثل الأولاد. هذا وقت كان متأمل إنه رفيف تحبه، بس هلأ رفيف مع عمران. هي راحت معه بالسر وما خبرت حدا. بكرة بتشوفي محمود مستحيل يسكت ورح يقلب هالبيت لجهنم، خصوصي بس يعرف إنه مانا بأنقرة ونحن كذبنا عليه وما خبرناه إنه بأزمير. قلبي مو مرتاح يا سوزان. الله يجيرنا. رفيف خانم بأزمير، سمعت سلطانة خانم هي وعم تحكي. أنا رح فرجيكم يا كلاب. عم تكذبوا علي؟ شو صلى هي كمان هلأ؟ أف. الله يلعن هالحظ، هذا اللي كان ناقصني، حظ زفت. لك حتى التاكسي ما بتمرق من هون. أوف. نعم ديما. شو صار معك؟ أنا ما قدرت نام لوش الصبح. طمني لقيتهم؟ ايه هنن بأوتيل بأزمير، وقدرت أعرف اسم الأوتيل، بس سيارتي تعطلت وما عم تشتغل. محمود ما تجنني بهالحكي، لازم تروح لعندهم بسرعة بلا حجاج. انت عم تفهم محمود؟ لك ديما سكري تمك وحشت تفزلكي بقى. أنا كمان مثلك محروق. لا تعلميني شغلي. خلص ارتاحي، أنا رح أوصلهم وحاسبه لجوزك. أخي في أوتيل اسمه شاتو، خدني عليه. تكرم أخي. استناني شوي. أمرك أخي.
أهلا وسهلا يا بيك. أهلا فيك عمران. يورقان نازل عندكم بأي غرفة يا ترى؟ أنا شريكه ونحن متوعدين. هو من شوي طلع يا بيك. قلت لي طلع؟ معناتها زينب خانم طلعت كمان. مزبوط يا بيك. تعرف لوين؟ عمران بيك قبل ما يروح سألني عن موقع السوق القديم، بعتقد رايحين لهنيك. ايه ممكن، هلأ بشوفهم. شكرا. هذا واجبي. ألو، أنا اسمي محمود، مظفر أعطاني رقمك، قال لي إنك قبضاي. إيه، بدي منك شغلة صغيرة، تقتلي شخص اسمه عمران يورقان. إيه، أنت جهز لي حالك واستنى تليفون مني. اتفقنا، يلا. عالسوق القديم. تكرم عينك.